أكيد للتطوع دائما حصة معنا قريب. أكيد زينب، التطوع اليوم عم يحمل بين طياته العديد من التنمية المجتمعية بأي مجتمع كان. واليوم الجهود اللي عم تبذلها الفرق التطوعية هي كفيلة بإعادة أعمار النفوس والنهوض بهيكلتها وتطويرها أيضا. امبارح شهدت شوارع دمشق على مسير جمع فريق وتد وجمعية تساعد بمناسبة عيد الجلاء، ولنحكي أكثر عن هالجولة ونشاطات هالجمعيات بسنة نرحب بالمدير التنفيذي طارق المنجد بجمعية تساعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يا هلا فيك طارق. خبرنا بالبداية كيف كانت الأجواء المسير مبارح؟ والله روعة. صحيح كان في تسكير للطرقات، لا سامحونا جميعا، بس كان الجو جميل ورائع. استمرت المسيرة أو الجولة الكشفية لمدة 3 ساعات 3 ساعات ونص تقريبا. انطلقت من وزارة التربية بساحة الشاه بندر انطلاقا لسبع بحرات، مرورا بشارع العابد بالشعلان وعودة إلى ساحة الشاه بندر. كان في عدة وقفات وعدة أغاني ومعزوفات موسيقية تضمنت أغاني وطنية، نشيد افتتاح كان نشيد بالنشيد العربي السوري والاختتام بالنشيد العربي السوري، إضافة لعدة أغاني وطنية كشفية وأغاني الميلاد. كيف تفاعلوا معكم الناس بالطرقات؟ في حدا انضم لكم؟ في ناس تفاعلت معكم؟ هلا في ناس كتير كانت على جانب المسير، كان في طرق تفاعلية عم نحاول نساويها مع مجموعة وتد التربوية الموسيقية، كان في مثل لوحات لنشر السلام، بما أنه هي الحملة أو هي الجولة كلها تضامناً مع موضوع السلام. اللوحات كانت عبارة عن بيس طير السلام، إضافة لمنشورات مثل مصنوعات يدوية كان حمام السلام مكتوب عليه الدعاء للسلام، وتوزعت على الأهالي الموجودين حوالي الجولة. كان في فريق، كانت عدة فرق كشفية، يافعين، أطفال وشباب كبار. كان في تفاعل كتير حلو، كان في أطفال هيك صغار على سيارة كانوا عم يلوحوا للأهالي، والأهالي كانوا كتير عم يتفاعلوا بشكل كتير جيد. طبعا السيارات ما كانوا كتير عم يتفاعلوا معنا تماما. ونشاط تطوعي له رسالة حابب يوصلها، رسالتكم كانت مبارح من هالمسير شو هي؟ وأيضا يعني المراحل اللي قمتوا فيها والوقفات اللي قمتوا فيها، أكيد كل وقفة كان لها مناسبتها. الفكرة كلها من الجولة هو موضوع تضامن مع عيد الجلاء، إضافة لموضوع السلام. تعبنا حرب، فكانت فكرة الجولة مجموعة وتد التربوية الموسيقية كثير مشكورة ولجميع القائمين عليها، وحتى أهالي الأطفال اللي سمحوا لأطفالهم يكونوا موجودين بهذه الجولة رغم كل شيء مصاعب ممكن كانت تواجهنا بسبب العدد الكبير اللي كان بالشوارع. مشكورين جدا جميعهم. الفكرة من هذه الجولة هي موضوع السلام والتضامن مع عيد الجلاء مثل ما حكينا تماما. خلينا نحكي لك عن النشاطات القادمة لجمعية تساعد، شو ممكن اللي محضرين له قريبا؟ هلأ أقرب شيء عنا ب 23 شهر بالتعاون مع مديرية السياحة، طبعا هاي الجولة كانت كمان بالتعاون مع مديرية السياحة وهي اللي قدمتنا الموافقات. فب 23 شهر في عنا معرض أمنية، مبادرة أمنية اللي هي تحقيق أمنيات الأطفال الأيتام بمراكز الأيتام. نحن قدرنا نحقق طوال فترة عملنا من خلال السنتين الماضيات أكثر من 850 أمنية طفل يتيم. فهالرسومات الموجودة اللي قدرنا نحققها كمان رح نعملها مثل إعادة تدوير لحتى نقدر ننقلها نحقق هالأمنيات، يكون في متبرعين يحققوا هالأمنيات. المعرض هو رح يكون بدمشق بتكيل السليمانية ب 23 شهر كمان بالتعاون مع مديرية السياحة، بس الأمنيات اللي رح تتحقق، جميع الأمنيات اللي رح تتحقق بهالمعرض رح تنتقل مباشرة للحسكة والقامشلي، اللي في هنيك أكثر من 3000 طفل يتيم بسبب داعش. يعني رمضان يمكن كمان قريج معودين كمان جمعية تماما كان. أكيد برمضان هلأ إحنا عم نحضر له، وإن شاء الله هالسنة حيكون تحدي كتير كبير. هلأ نحن مخططين نتجاوز 1,000,000 وجبة إذا أردت، طبعا بدعم المجتمع الأهلي، طبعا بدعم المتبرعين، بدعم المتطوعين، بدعم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية أكيد. طارق اليوم يعني ساعد، كيف بيقدر الشخص ينضم لها ويساعد بكل شيء عم تقوموا فيه؟ هلأ نحن عنا صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي اسمها جمعية ساعد، فيها أرقام على الكفر بيج، هي أرقام للتطوع، أرقام للتبرع، أرقام لأي استفسار وأي شكاوي يعني تصير إن كانت من تجاه أحد المتطوعين أو من المتبرعين أو أي موضوع. ففينكم تزورونا على موقع التواصل الاجتماعي على صفحة الفيسبوك جمعية ساعد، وفينوا يطلعوا على الأرقام الموجودة هناك ويتواصلوا معنا بأي وقت.
أكيد أنا بدي أتمنى لكم التوفيق لجمعية ساعد وأيضا وتد اللي كانت معكم. نتمنى لكم التوفيق بالأنشطة وإن شاء الله بنستضيفكم بأنشطة قادمة. أكيد كل التوفيق لكم وإن شاء الله دايما يكون هدفكم أكيد المساعدة مثل الاسم اللي بيحملها جمعيتكم. كل التحية لباقي أعضاء الفريق. أكيد كل التحية. شكرا لك.